والسواري تنزلت من أعالي الطور يحملها جبريل بالموكب الموعود بالضحى. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية أن الله لا يغير ما بقوم من عافية ونعمة حتى يغيروا ما بأنفسهم، من ذلك بظلم بعضهم بعضا واعتداء بعضهم على بعض فتحل بهم حينئذ عقوبته وتغييره. الله عز وجل جعل طريق الهداية واضحا، وأيضا بين الطريق المخالف للهداية وجعل الخيار لنا، فلن يتغير شيء من حولك حتى تتغير أنت أولا. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. بعدها أبشر بالخير من الله، وأما من كان مستمرا على ما هو حال أهل الغواية فكيف يرجو أن يغير الله حاله؟ فبادر بتغيير نفسك ثم أهلك ثم من حولك، وتيقنوا أنكم في خير وإلى خير بإذن الله. يا قارئا لي كتاب الله إن لنا نفسا تتوق إلى التطريب والسمري، فاخطف لنا من زهور الصوت أجملها، فكلنا عاشق للورد.